قصة نبي الله يونس عليه السلام. قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذا النون هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت، ولقب بهذا اللقب عليه السلام لما جرت له من قصة ابتلاء الحوت له كما ستأتينا إن شاء الله تعالى. وهو يونس ابن متى، ومتى هي أمه وقيل أبوه. وأرسله الله سبحانه إلى قرية نينوى في بلاد الموصل، فدعا قومه إلى الله سبحانه، إلى الإيمان بالله وترك ما كانوا يعبدون من الأنداد، فأبوا عليه ورفضوا دعوته وكذبوه وأساءوا له وناله ما ناله من الأذى والعذاب من قومه. فتوعد قومه بالعذاب، أن سيأتيهم العذاب بعد 3 أيام. ولما قرب العذاب خرج يونس عليه السلام مغاضبا لقومه، خرج من بيناتهم مغاضبا لهم، وبعض الناس بيقولوا خرج مغاضبا لربه، والتفسير ده غلط. الصحيح أنه خرج مغاضبا لقومه، يعني غضبان منهم. فلما علم قومه أن النبي لا يكذب واستشعروا بقرب العذاب، خرجوا يجأرون إلى الله سبحانه بالإيمان والتوبة، فخرجوا إلى الصحراء وأخذوا معهم البهائم وفرقوا بين الأمهات والأولاد، فرغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وسغت الغنم وحملانها، وتضرعوا إلى الله سبحانه، فرفع الله عنهم العذاب ونفعهم الإيمان. لذلك قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لأنهم آمنوا قبل ما ينزل العذاب. أما لما ينزل العذاب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقوم يونس ذيل بالذات نفعهم العذاب لأنهم آمنوا قبل نزول العذاب. وأما يونس عليه السلام خرج منهم، فذهب فركب السفينة مع قوم، ركب البحر. قال سبحانه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. الفلك المشحون سفينة محملة، ركب مع ناس خارج من قومه. قال سبحانه: فساهم فكان من المدحضين. ساهم معناه قترع، عمل القرعة. وليه هم عملوا القرعة؟ لأنهم شعروا بأن السفينة ستغرق إلا أن يلقي واحد من ركاب السفينة بنفسه في الماء، بعد أن تخف السفينة وينجو البقية. وفي هذا يا أخواننا من السنة استعمال القرعة في حال التخيير، إنه يقع لهذا ولا يقع لهذا، نستعمل القرعة دي من السنة. وفيها أيضا تقدير المصلحة العليا،
ودرء المفسدة الصغرى، لأنه يا أخوانا بدل يغرق الجميع أحسن يغرق واحد وينجو الجميع، وده فيه استعمال يعني مسألة درء المصالح والمفاسد. فلو اتعارضت قدامك مفاسد كثيرة تعمل المفسدة الأقل، ولو اتعارضت مصالح كثيرة تعمل المصلحة الأعلى. فيونس عليه السلام ساهم معه في القرعة، وده فيه من التواضع بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. يونس تواضع ونزل مع الناس في القرعة، واللي معاه يعرفون مكانة النبي ويحترمونه، لذلك لما اقترعوا في الأول وقعت القرعة على يونس إنه يلقى في البحر فرفضوا، فساهم المرة الثانية فوقعت على يونس، فساهم المرة الثالثة فوقعت على يونس، وهم يظنون به ما دارين يرموا يونس عليه السلام لأنه ده نبي من الأنبياء. فلما وقعت عليه المرة الثالثة تجرد من ثيابه وألقى بنفسه في البحر، فأرسل الله سبحانه وتعالى حوتا من البحر الأخضر، أرسله أن يلتقم يونس وأن يكون بطن الحوت له سجنا، ولا يكسر له عظما ولا يحشم له لحما. بس ربنا أدى الحوت هذا الإلهام إنه يبتلع يونس ولا يقتله ولا يؤذيه، فابتلعه الحوت وذهب به إلى أبعد ما يكون. وفي ذلك الوقت هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليونس عليه السلام، لأن ربنا أوصاه أن يصبر على أذى قومه فخرج قبل الموعد، لذلك قال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. في أمر معين اللي هو يعني لم يصبر على أذى قومه إلى النهاية، خرج قبل أيام من نزول العذاب، فربنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الأذى ويتحمل. طيب يونس عليه السلام بعد ذلك، بعد أن التقمه الحوت، يعني رأى أنه قد مات، ظن أنه قد مات، فحرك رأسه فعرف أنه حي، ففي ذلك الوقت نادى بدعوته العظيمة وهو في الظلمات، كما قال سبحانه: فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لاحظوا يا أخواننا في مثل هذه الشدة وقد انقطعت السبل الأرضية وتقطعت كل الأسباب، أسباب النجاة يعني الدنيوية اتقطعت، ما بقي أمامه إلا أن يرجو ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الأمل العظيم ليونس عليه السلام ينبغي أن يكون لنا مثل هذا الأمل في ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا بنجيك لما تنقطع السبل. قال سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يونس عليه السلام من قطع أمله من ربه سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. ويستحب يا أخواننا في الدعاء أن يقدم الإنسان بين دعائه كلمات من الذكر والثناء على ربنا سبحانه وتعالى، وأعظم الكلام لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد، وهي كالشجرة الطيبة
أصلها ثابت وفرها في السماء، فقدم هذه المقدمة العظيمة: لا إله إلا أنت، سبحانك، ده تنزيه لربنا من كل نقص ومن كل عيب، سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف بالظلم. ويخوانا من آداب الدعاء أن ينكسر العبد لربه ويعترف أنه مخطئ وأنه غلط في حق ربه. الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى يرفع العبد، ومن أسباب إجابة الدعاء: سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال: فاستجبنا له، والفاء دي هنا للتعقيب، يعني بسرعة ربنا استجاب. ونجيناه من الغم، الغم اللي هو فيه من الهم إنه يطلع كيف من بطن الحوت. وأضاف الله سبحانه وتعالى أمرا آخر، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أي مؤمن وقع في شدة زي دي وسأل ربنا، ربنا بنجيه. عشان كده يا أخواننا نحن بنحتاج في كل كرب وفي كل شدة، بل وفي الرخاء، إن نسأل ربنا. نحن بتحصل لنا مصائب كثيرة في حياتنا، أمراض بتصيبنا وتصيب أهلنا وتصيب أولادنا، ومصائب نلقاها في حياتنا، وأضرار في عملنا، ومشاق نواجهها في دروب الحياة كافة. فنحتاج إلى الرجوع إلى المولى سبحانه وتعالى. واعلم أيها العبد المؤمن، لا يحل لك إطلاقاً أن تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، زي ما بيعملوا الناس قليل الإيمان ولا عديم الإيمان، اللي بيلجأ إلى الأولياء والصالحين في كشف الكروبات. الواحد أول مصيبة مصيبة، الولد عيان، المرأة دخلوه عملية، اشتد عليه الكرب، يقعد ينادي ويلجأ: يا شيخ فلان تلحقنا، ويا الأولياء ويا الصالحين ويا السادة، ويتضرع عليهم وينكسر. ده غير الناس اللي بيمشوا عند أعتاب القبور، ويمشوا يلجأوا عند المزارات بتاعت الرجال اللي بيظنوهم صالحين. الواحد تلقاه منكسر وخاشع وبيبكي وذليل لعبد ضعيف زيه ما بيملك له حاجة. ربنا قال: لا يملكون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فاتذكر أيها العبد المؤمن أن تنادي وتدعو كما دعا يونس. ما تقطع أملك من ربنا، ربنا الغني واللي بيديك واللي بينجيك. لكن العبد الضعيف زيك، الولي الصالح ما عنده حاجة، ده بشر زيك محتاج إلى ربنا برضه، لو حي ولا ميت ما عنده لك حاجة. ربنا قال: وكذلك ننجي المؤمنين. سعد بن أبي وقاص بيحكي لنا قصة عجيبة حصلت له في تفسير هذه الآية. قال: مررت على عثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد، قال: فسلمت عليه، قال: فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. عاين فيني، أنا سلمت عليه، ملأ عينه فيني، معناه سمعني، قالوا ما رد علي السلام. قال: فعدت، فعاد ما سلم علي أو ما رد علي. قال: فذهبت إلى عمر، والكلام ده في عهد عمر رضي الله عنه، قلت: يا أمير المؤمنين، هل حصل في الإسلام شيء؟ قال: لا. ومما ذاك؟ قال: مررت على عثمان آنفا فسلمت عليه فما رد علي السلام. قال: فدعا عمر عثمان، قال له: ما منعك أن تكون قد رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. سعد قال: حتى حلف وحلفت، حلف إنه ما سلمت عليه، وأنا حلفت إنه سلمت عليه. قال: ثم تذكر عثمان، بعد شوي تذكر، قال له: صحيح، لقد مررت بي وأنا أحدث نفسي بدعوة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تذكرتها إلا وأصاب بصري وقلبي غشاوة. ذي لما نتذكرها تاني أنا لا بعقل ولا بسمع ولا بشوف،
فقال سعد قال بك هم في الدعوة دي، خلى موضوع السلام ذاته. قال أنا أنبئك بها، وهي قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن دعوة، دعوة مستجابة. قال وجاءه أعرابي فشغله، قال فتبعته إذا ماشي وراه لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد أن يسبقني إلى منزلي، قال فضربت برجلي الأرض. وده من أدب الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينادوه في الشارع، لكن عمل حركة لطيفة عشان تشعر إنه في زول وراه. قال من هذا أبو إسحاق؟ قال نعم. قال وما لك؟ قال ذكرت لنا دعوة وجاء الأعرابي فشغلك، قال نعم هي دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ما دعا بها مسلم قط في أمر إلا استجاب الله له. دعوة عظيمة يا إخوان، أنت تخدها بين يدي دعاك، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعد ذلك تدعو بالدعاء اللي أنت دعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما قضيت. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أبرم لنا جميعا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.